بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، موضوعنا اليوم هو غريب شوي، وهو عن فيروس أبشتنبار. هو داء كثرة الوحيدات، وغالبا ما يطلق على داء كثرة الوحيدات مرض التقبيل، أو داء كثرة الوحيدات العدوائية، أو كثرة الوحيدات الخمجية، أو مرض فيفر، أو الحمى الغددية أو الغدية. طبعا هاي أسماء حسب الدول. سنتحدث عن أعراضه وطرق علاجه طبيا وطبيعيا بالأعشاب ونصائح غذائية. فيروس أبشتنبار ينتمي لعائلة الفيروسات الهربسية، وتبلغ فترة حضانته 4 إلى 6 أسابيع، وتنتقل عن طريق اللعاب من خلال التقبيل أو العطاس أو السعال، أو باستخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب بالفيروس. يؤثر فيروس أبشتنبار كمسبب رئيسي لكثرة الوحيدات العدوائية أو داء التقبيل في غالبية الأشخاص دون ظهور أي أعراض واضحة، أو قد تظهر على شكل ارتفاع درجة الحرارة وتورم العقد الليمفاوية واحتقان الحلق. ويتميز فيروس أبشتنبار بقدرته على البقاء كامنا في الدم وبعض خلايا الحنجرة مدى الحياة، ويعاد تنشيطه لاحقا دون ظهور أعراض المرض. والحقيقة والثابت علميا أن أكثر من 90% من الناس مصابون بفيروس أبشتنبار، فكلما زادت معرفتك بهذا الفيروس قل تأثرك سلبا به. يمكن لفيروس أبشتنبار استخدام استراتيجيات مختلفة للتخفي والبقاء على قيد الحياة في جسم الإنسان، ويمكن أن يصبح الفيروس كامنا ويصبح من الصعب جدا على الجسم اكتشافه. فلا يمكنك أبدا التخلص من الفيروس، عليك التركيز على إبقائه في حالة هدوء. ولإبقائه في حالة الهدوء تحتاج إلى فهم استراتيجيات الفيروس وكيفية دعم جهاز المناعة لإبقائه تحت السيطرة. هناك أشياء مهمة يجب أن نعرفها عن فيروس أبشتنبار أو داء التقبيل. أولا، لا يمكنك التخلص منه. ثانيا، يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل الروماتويدي ومتلازمة التعب المزمن والألم العضلي الليفي. ثالثا، يمنع العناصر الغذائية المناعية الأساسية التي تعتمد عليها خلاياك مثل فيتامين د وفيتامين A والزنك. رابعا، ينظم استجابة الحمى. خامسا، الإجهاد النفسي قد يؤدي إلى خروج الفيروس من سباته. ولكن ماذا عن علاجه؟ أولا، من الناحية الطبية لا يمكن علاج أبشتنبار بالمضادات الحيوية، بل تذهب الأعراض من تلقاء نفسها دون علاج في غضون 4 أسابيع من خلال اتباع النصائح الوقائية التي ذكرناها. ولا يوجد لقاح للحماية من فيروس أبشتنبار أو داء التقبيل، ولكن من الممكن علاج أعراض الإصابة بهذا المرض أو علاج مضاعفاته بالأدوية التي يراها الطبيب مناسبة لكل حالة. ثانيا، من الناحية الطبيعية يمكن القيام بالعديد من الخطوات في المنزل لعلاج عدوى فيروس أبشتنبار، مثل الحصول على الكثير من الراحة، شرب الكثير من الماء والسوائل لتجنب الجفاف، تناول سكاكر الحلق أو الغرغرة بالماء الدافئ والملح، أيضا تناول مسكنات الألم لعلاج الحمى وتخفيف الآلام، تجنب الرياضة ورفع الأثقال أو غيرها من الأنشطة التي تؤذي الطحال، أيضا مص أقراص الاستحلاب أو قطع الثلج قد يخفف من أعراض الحلق الالتهابية. أيضا حاول العودة إلى عملك أو إلى مقاعد الدراسة، مع الحرص على عدم إجهاد نفسك والالتزام بالتوصيات السابقة، وسوف تلاحظ تحسن حالتك في غضون شهر تقريبا. وهذه بعض النصائح الغذائية.
لمرضى فيروس أبشتنبار. قد تساعد النصائح والتوصيات الآتية في منع الفيروس من الخروج من سباته لتوفير المزيد من الراحة لمرضى فيروس أبشتنبار، ومنها ما يلي: تقليل التوتر والتعرض للمثيرات، تناول فيتامين A وفيتامين د والزنك الثلاثة معا، ولكن تناول زيت كبد الحوت فهو غني بفيتامين A وD بكميات متوازنة، إلى جانب تعزيز المناعة الإكثار من شرب عصائر الفواكه للمساعدة في تقليل الحمى والألم والوقاية من الجفاف، وتعزيز قوة الجهاز المناعي من خلال التركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء الخالية من الدهون. أيضا إضافة بعض الأطعمة التي لها خصائص مضادة للالتهابات إلى نظامك الغذائي مثل الزنجبيل والكركم والمكسرات والبذور والأفوكادو. وبالنسبة للأعشاب، هناك أعشاب مضادة للفيروسات كثيرة نذكر منها: أولا المليسة المخزنية أو ما يسمى ببلسم الليمون. يمكن استخدام المليسة المخزنية كشاي وإضافتها كتوابل للطعام، وتشتهر المليسة بخصائصها الطبية الكثيرة، ويعد مستخلصها مصدرا مركزا للزيوت الأساسية القوية والمركبات النباتية التي لها نشاط مضاد للفيروسات. ثانيا إكليل الجبل أو الروزماري، فقد أظهر حمض الأوليك الذي يعد من المركبات النباتية المستخلصة من إكليل الجبل نشاط مضاد للفيروسات. يمكن إضافة إكليل الجبل للشاي أو للطعام كتوابل. ثالثا الخمان الأسود. رابعا مستخلص أوراق الزيتون. خامسا القنفذية. سادسا الأندروغرافيس أو نبات ملك المر، وهو يعد أفضل وأقوى النباتات الداعمة للجهاز المناعي، فهو يشكل حماية ضد الفيروسات والبكتيريا، كما أنه مضاد للالتهاب وفعال، لذلك يستخدم لعلاج نزلات البرد والزكام والتهاب الحلق. سابعا عرق السوس، فقد تم استعمال عرق السوس منذ القدم في الطب البديل، وحاليا وجد أن له نشاط ضد العديد من الفيروسات بما في ذلك فيروسات عائلة الهربس التي ينتمي إليها فيروس أبشتنبار، مع ملاحظة طبعا أن بعض الأعشاب لا تناسب بعض الأشخاص، على سبيل المثال مرضى الضغط لا يناسبهم العرق سوس، ويمكن استعمال عشبة واحدة أو اثنتين بما يتناسب مع كل شخص. طبعا في بعض الأعشاب إلها فيديوهات تشرح كل ما هو حول العشبة. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا، بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، لا تدعها تتوقف عندك، شاركها ولك الأجر والثواب. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.